حين تغني كوكب الشرق أم كلثوم مقدمة المحقق كونان، الأمر قد يكون ضربا من الخيال. الذكاء الاصطناعي تمكن من ذلك محمد، فقد تصدرت شارة بداية الأنمي الشهير بصوت الراحلة أم كلثوم شبكات التواصل الاجتماعي، وتم تداول المقطع على نطاق واسع. الأمر أثار جدلا بين مؤيد ومستمتع بالنتيجة التي وصفوها بالمذهلة، بينما تخوف آخرون من تشويه تراثها الغنائي. لنستمع إلى المقطع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.